مبادئ الممارسة المهنية 2 حتكون عبارة عن cases، واليوم إن شاء الله راح نتكلم على case study عنوانه tired, hot and lumpy. ونعرف معنى tired، معناها المصطلح الطبي لكلمة tired ملايز، وhot fever أو febrile معناها hot معناها في حمى، lumpy قلنا معنى lumpy إنه هناك lumps، lumps معناها مطبات انتفاخات، وهي توحي وتشير إلى وجود ليمفو أدينوباثي. والكيس اللي بنتكلم عنه اليوم هو إبسن بار فيروس إنفكشن، عبارة عن الإبسن بار فيروس إنفكشن، ونعرف أن الإبسن بار فيروس is one of the most common causes of infections in the world، ونعرف أن هذا الإنفكشن يكون غالبا in the early years of life، في early childhood. وإذا كان في early childhood نعلم أن إيش من ما درسنا وقرأنا، نعلم أن السيمتومز عادة تكون مايلد أو يكون أسيمتوماتيك، لكن إذا كان later in life يكون إيش ممكن يكون أشد، وممكن تكون السيمتومز more severe. ونعرف أن الإبسن بار فيروس ممكن يسبب مجموعة من الأمراض، أشهرها وأكثرها انتشارا أو أغلب الأمراض اللي يسببها هي الإنفكشيوس مونونيوكليوسيس، وعرفنا أن إنفكشيوس معناها معدي، ومونونيوكليوسيس معناها تكاثر في الخلايا الليمفوسايتس، وهذه الليمفوسايتس غالبا تكون من نوع البي ليمفوسايتس، وهذا يعتبر يعني بشكل ورمي أو نوع من الورم. مونونيوكليوسيس تكاثر هذه الخلايا، قلنا بعض الناس تعربه بيضاء الدم، وإن كان الدم لا يتغير إلى اللون الأبيض لكن يزيد فيه عدد الخلايا أو الكريات الدم البيضاء. Infectious mononucleosis لكن is not the only disease that can be caused by Epstein-Barr virus. في هناك other diseases that can be caused by this virus. And we said that these other diseases include what? Burkitt's lymphoma and pharyngeal carcinoma. وأيضاً إيش ممكن يسبب؟ إيش الأمراض الأخرى ممكن يسببها؟ Other lymphoproliferative diseases، أمراض أخرى في الجهاز أو في الخلايا الليمفاوية. طيب وهذه كلها لازم تكون ملم فيها these other diseases. أيضا ممكن يسبب post transplantation lymphoproliferative disease، بمعنى أن بيصير عندي تكاثر في الليمفوسايتس بعد عملية transplantation، فنقول post transplantational lymphoproliferative disease is another disease that can be caused by this virus. And then this virus is described sometimes, is called sometimes as an oncogenic virus. إيش معنى oncogenic virus؟ onco معناها سرطان، والمكان الخاص بالسرطان، وجينيك منتج. إذا it's a virus that can cause cancers، ومن ضمن هذه cancers الإيش؟ البريكيتس لينفوما، وهي نوع من اللينفوما، وأيضا الكارسينوما اللي ممكن تكون في الفارنكس، pharyngeal أو nasopharyngeal carcinoma. ممكن يسبب أيضا لينفوما في central nervous system CNS، CNS lymphomas. إذا كل هذه أمراض ممكن يسببها الإبستاين-بار فيروس. الإبستاين-بار فيروس however usually cause infectious mononucleosis، والكيس اللي تناولناها ونتناولها الآن تتكلم عن infectious، تتكلم عن ماذا؟ infectious mononucleosis. وقلنا infectious mononucleosis is what؟ يعطيك classical signs. في عندي أنا triad، سميناها triad معناها ثلاثي أو إيش؟ ثلاثة symptoms تعطيك هذه السيندروم المتلازمة اللي نسميها infectious mononucleosis. ما هي هذه الترايدز الثلاثة؟ نعرفها من مايكرو اثنين، إنها عبارة عن أولاً fever، ممكن ملايز مع fever يعني تعب وحمى. اثنين إيش رقم اثنين في الترايد؟ pharyngitis أو إيش sore throat. رقم ثلاثة lymphoadenopathy، قلنا bilateral cervical lymphoadenopathy، bilateral cervical lymphoadenopathy. قلنا هذا is the classical signs of infectious mononucleosis. إذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة إيش بعتقد؟ بعتقد ربما infectious mononucleosis بالذات إذا ما كان عندي علامات أو أدلة إن هناك علامات مرضية other signs and symptoms that can direct me to something else. فأعتقد إنها infectious mononucleosis. طبعا ايضا بعد ذلك ابدا اعمل التحري المخبري، وقلنا التحري المخبري يبدا دائما، يبدا دائما بماذا؟
بسكرينينج بناء على الكلينيكال فيشرز، وهذا معناها العلامات السريرية المبدئية اللي أخذناها من المريض، بناء عليها أجي أحدد أقول والله أعتقد أنا يا كذا يا كذا يا كذا، ونسمي هذه الاحتمالات differential diagnosis. إذا ما هو differential diagnosis of infectious mononucleosis؟ differential diagnosis ذكرناها اللي هو توكسوبلازما غوندياي، ممكن تكون أدينو فيروسز أيضا صح ولا لا، ممكن سايتوبليغالو فيروس. هذه ثلاث احتمالات أخرى ممكن تكون مع الإبستاين بار فيروس differential diagnosis. لكن أنا لما أعمل differential CBC، إيش معنى CBC؟ complete blood صح count، وأعمل differential بمعنى أعد نسبة الليمفوسايت وكم نسبة الخلايا الأخرى المناعية النيوتروفيلز ونحوه، وإذا لاحظت أن الخلايا المناعية النيوتروفيلز والكريات البيضاء الأنواع المختلفة ما في فيها أي تغير أو زيادة، أعتقد أن ما في بكتيريا أو something else، وإذا كانت الليمفوسايتس اللي هي ترتفع في الانفكشيس مونونيوكليوسيس ارتفعت في السي بي سي يعطيني additional evidence. إيش معنى additional evidence؟ يعني دليل إضافي أو يدعم موقفي أني I am يعني in the right direction and my suspicion my shock إنه ممكن يكون صحيح. طبعا بعد ذلك ممكن أبحث عن atypical lymphocytes، ذكرناها إيش معنى atypical lymphocytes، شكلها غريب شكلها غير تقليدي، لأن هنا بيصير عندي نوع من إيش الأورام، قلنا oncogenic mononucleosis lymphoma صح ولا لا، Burkitt's lymphoma و CNS في central nervous system lymphomas، وأيضا nasopharyngeal carcinoma، كل هذه أمراض الـ Epstein-Barr virus، فممكن تكون الليمفوسايتس atypical. وطبعا السرطان الخلية لما تصاب بالسرطان لا يكون شكلها مثل الخلية السليمة، يتغير شكلها ولا لا؟ طيب وهذا طريقتي في التشخيص، أنا لما أريد أشخص كانسر أو ورم أنظر إلى شكل الخلية وليس فقط عدد الخلايا، العدد يدعم ولكن تغير في شكل الخلية أيضا يؤكد أكثر أن هناك ماذا، ورم أو كانسر أو نسميها transformation، تغير الخلية من طبيعية إلى cancer cell، هذا البروسيس نسميه transformation. إذا هذا الفيروس oncogenic وممكن يعمل transformations إلى خلايا طبيعية يحولها إلى خلايا سرطانية cancerous cells. بعد ما أعمل differential diagnosis في عملية التشخيص وCBC وأشوف أبحث عن atypical lymphocytes، إيش التحاليل الأخرى اللي ممكن أعملها لتأكيد أني أنا صحيح أكيد عندي Epstein-Barr virus infection وعندي إنسان مصاب بالinfectious mononucleosis؟ قلنا نروح سوق الغنم نجيب لنا حصان، أو سوق الغنم نبيع خيول ولا ما في خيول في سوق الغنم؟ PCR. أروح إلى أبحث عن I need to do a heterophil test. إذا إيش heterophil antibody test؟ هنا نبحث عن antibodies that are reactive، يعني ممكن إيش تتفاعل مع خلايا الدم الحمراء إلى الهورس sheep or cows، وقلنا it's a very cheap very affordable test، وقلنا إن هذا التست is really good screening test لأنه يعطيني نتيجة إيجابية إلى حد 80-90% من الناس خلال الثلاثة أسابيع الأولى فقط، لكن بعد شهر أو أكثر يكون الهيتروفيل تيست نيجاتيف ولا بوزيتيف. ليش يصير نيجاتيف؟ الله أعلم، يتحول إلى نيجاتيف، الأنتيبادي هذا يزول يختفي إذا كانت الانفكشن نوت أكيوت. إذا الهيتروفيل تيست ميزته إنه يعطيني إنديكيشن إن الانفكشن أكيوت. ليش؟ لأن في بداية حديثنا قلنا Epstein-Barr virus is a prevalent ولا non-prevalent، 90% من الناس البالغين مصابين به ولا لا، وبالتالي أنا كل الناس تقريبا يعني 90% من الناس، والله كلكم إن شاء الله يرزقكم 90 في الاختبار وأكثر، هذه النسبة عالية جدا صح؟ هذه النسبة عالية جدا، وكل هؤلاء عندهم الفيروس DNA والفيروس موجود على شكل latent خامل في الليمفوسايتس، وبالتالي أنا لما أجي أبغى أشخص infectious mononucleosis لابد أشخص عن طريق التأكد إن هذا الفيروس اللي غالبا يكون موجود latent هو المسبب للمرض، عن طريق البحث عن antibodies لا تكون موجودة إلا في حالة الأكيوت، لا تكون موجودة إلا في حالة الأكيوت. إذا هنا الكلشر والبي سي آر غير مفيد. ليش غير مفيد؟ لأنه بيعطيك إيجابي في 90% من الناس، ومو كل الناس 90% من الناس، هل كلنا عندنا infectious mononucleosis؟ هؤلاء 90 وعندهم مشاكل بسبب هذا الفيروس موجود latent.
انا اريد ان اميز اللي معاهم ماذا الانفكشن من الناس اللي عندهم ليتنت اكيوت من ليتنت اميز الناس اللي عندهم اكيوت الاكتف انفكشن من الناس اللي عندهم ليتنت خامل انفكشن كيف عن طريق ماذا سيرولوجي الارخص والاسهل الهيتروفيل تيست وفي حال عدم وجود اي احتمال اخر للاصابه بالمرض وتاكدت كل العلامات اشخص تشخيص مبدئي وبعد ذلك للتاكيد ايش اسوي ابحث عن سبيسيفيك انتيجنز يعني سبيسيفيك سيرولوجي انتيجنز موجوده في التيبل في الجدول اللي عندك في الكتاب تعطيك هذه الكابسل فايرال انتيجنز ابحث عن اي جي جي واي جي ام ضدها تكلمنا عن هؤلاء والفرق بينهما وابحث ايضا عن ليتنت انتيجنز ونوكليير انتيجنز وفي الجدول الان اللي بنقراه فيه التمرين الصفي مع الاسئله اللي موجوده بحوزتكم واللازم لازم كل واحد منكم يجاوب عليها ويقدم الاجابات الاسبوع القادم عنها اللي بتوضح لك ليش احنا نعمل سيرولوجي بشكل اساسي قبل لا نختم ان شاء الله هذا الجزء وبعد ذلك نبدا ان شاء الله في الجزء النشط من الدرس وتبدا انت تقرا وتجاوب بنفسك على الأسئلة مع زميلك على شكل مجموعات قبل أن نبدأ ذلك خلينا نقول العلاج تكلمنا قليلا عن العلاج وقلنا there is no يعني specific treatment available for most viruses including the Epstein-Barr virus some viruses عندي antiviral drugs but for this virus we don't usually use antiviral drugs to treat the Epstein-Barr virus and rather we use supportive treatment دعم راحة سوائل ممتاز نقدر نعطي أنتي إنفلاماتوري دروغز بالذات اللي عندهم very severe pharyngitis نعطيهم كورتيكوستيرويدز مثبطات مع مناعة وهذه الكورتيكوستيرويدز اللي تثبط المناعة ممكن تكون indicated إيش معنى indicated موصى بها ضرورية في حالة إنه يصير عندي enlargement في التونسلز إيش معنى enlargement تضخم في التونسلز لكي لا يكون هناك obstruction عدم قدرة على التنفس فأعطي موانع inflammation أقلل من الاحتقان والتضخم الـ enlargement في التونسلز to allow for normal breathing and to prevent airway obstruction ومنع انسداد قناة الهواء to prevent airway obstruction otherwise there is no recommendation for other treatments طبعا قلنا أيضا أن من علامات اللي تصير في حوالي 50 او اقل او اكثر قليلا من اللي عندهم الانفكشن الانفكشوس مونونيوكليوسيس ممكن يكون عندي هيباتوسبلينو ميغالي وفي الحاله هذه avoid contact sport ايش معنى contact sport قلنا رياضات لانه يصير ممكن احتمال rupture ايش معنى rupture طيب البي سي ار يا شباب عادة البي سي آر إذا كان موجود ومتاح هل هو more sensitive and more specific ولا لا من التحاليل الأخرى ككالشر أو سيرولوجي لو سألك إنسان قال لك البي سي آر is بي سي آر usually more specific than serology or not إيش جوابه لا بشكل عام بي سي آر دائما البي سي آر إحنا نتكلم حالة خاصة هنا هذه كيس خاص هنا استثناء لكن القاعدة العامة إن الـ PCR من دراستك السابقة is very specific و PCR is very sensitive و PCR is the way of the future و PCR if it's available is the best way to diagnose most diseases إذا كان الـ PCR available يقدر يعطيني confirmation إن هذه الجرثومة هي سلمونيلا ولا إشيشيا كولاي ولا هي سبايروكيت ولا ستريبتوكوكاي ولا ستافيلوكوكاي يعطيك الـ species بل يصل إلى مستوى الـ strain السلالة يعني in a very fast and a very effective and a very specific and a very sensitive manner بطريقة سريعة وحساسة ودقيقة جدا 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 لكن ليش أنا ما أستعمل PCR هنا؟ لأن 90% من الناس possible رغم أنهم غير مصابين من علامات المرض ليس active المرض الجرثوم ليس active الفيروس is latent ولذلك ما أستعمله أنا لا أستعمل PCR هنا لأن PCR ليس جيد أنا لا أستعمل البي سي آر هنا لأن الفيروس very successful إيش معنى الفيروس very successful؟ شديد النجاح منتشر بشكل كبير جايب 90% وأكثر مثل بعض الطلاب اللي أحبهم أنا
اوكي درجاته عاليه فايروس فيري سكسسفول فايروس نسبه انتشاره عاليه وبالتالي صار البي سي ار نوت ا جود ثينج تو يوز. لكن لو كان هذا غير موجود يعني الفيروس مو فيري سكسسفول ما عندي مشكله الليتنت انفكشن البي سي ار يكون فيري جود. طيب هذا سبب عدم احتياجي او عدم الاستعمال للبي سي ار في هذه الحاله. لكن لا نستعمل البي سي ار في حالات اخرى مع الابسلون بار فيروس عندما نريد ان نشخص ونعلم حده المرض فيما يتعلق بالبوست ترانسبلانتيشنال لينفو بلوريفيتيف ديزيزز او فيما يتعلق بالمالجنسيز لا استعمل البي سي ار. اذا كنت اريد ان اعلم الفيروس لود ما معنى الفيروس لود؟ تخيل إنسان معاه المرض عنده سرطان عنده مشكلة lymphoproliferative disease أو في عملية مشكلة عنده أوكي. في الحالة هذه الفيروس موجود ولا لا؟ هو موجود في 90% من الناس وهو موجود في هذا الإنسان المصاب بهذه الأمراض post transplantational diseases أو عنده malignancy يعني سرطان بسبب هذا الفيروس. طيب هنا أنا أريد أن أعد كم فيروس عندي. هل العلاج أو الرعاية الصحية اللي أنا استعملتها قللت من الفيروس ولا الفيروس ما زال يزيد عدده في الإنسان المصاب؟ يعني لهدف البروغنوسيس. ما معنى البروغنوسيس؟ معرفة إيش احتمال الشفاء أو تفاقم المرض من الشفاء، يعني ماذا نتوقع أن يحدث للمريض، الحالة تطور الحالة المرضية. إذا كنت أريد تشخيص تطور الحالة المرضية في الإبسلين بار فيروس أستعمل بي سي آر. إذا كنت أريد أن أقيس كم فيروس عندي في دم المصاب استعمل ماذا؟ بي سي ار كوانتيتيف بي سي ار يسمى ريل تايم بي سي ار كوانتيتيف بي سي ار از ذا بيست واي تو دو ذس. يعني هناك اماكن استعمال البي سي ار لكن ليست في الانفكشنز مونونيوكليوسز العادي. والبي سي ار زي ما قلت لك المولكولار تكنيكس از ات مور سنسيتيف ذان سيرولوجي يوجوالي اور نوت مور سنسيتيف ات از مور سبيسيفيك اور نوت از ات مور سبيسيفيك ذان سيرولوجي في الحالات العامة في الأمراض الأخرى أو لا؟ نعم هنا فقط يعتبر ماذا؟ هنا فقط استثناء. هو ما زال specific وما زال sensitive لكن لأن specific وsensitive بدرجة كبيرة غير مجدي مع الإبسلين بار فيروس لأن الإبسلين بار فيروس ماذا؟ prevalent. أحسن هذا السبب. أنا لم أترك استعمال البي سي آر لأن البي سي آر سيء، لا هو ممتاز. أنا تركت استعماله لأنه ممتاز وممتاز جدا، ها لأنه ممتاز مع ممتاز ما يكون ممكن سالب وسالب يصير تنافس موجب يعني ينصح التعبير. ولذلك لأن الفيروس منتشر أنا ما أستعمل البي سي آر لأنه بيعطيني تحليل إيجابي حتى مع الذين عندهم latent infection ممتاز وليس الفيروس سبب المرض. يعني ممكن يكون عندي انا انسان معاه توكسوبلازما غوندياي عنده ادينو فيروس انفكشن عنده سايتوميجالو فيروس انفكشن الديفرنشال دايجنوسيس اللي ذكرناها في هؤلاء ممكن يطلع ايجابي بي سي ار الى الابسلين بار فيروس لكن سبب المرض جرثوم اخر فيروس اخر مرض اخر. توكسوبلازما غوندياي از باراسايت وليس فيروس على يعني ايضا. طيب اي سؤال اي استفسار؟ إذا كنت أريد أن أربط الماليجنسي بالإبسلين بار فيروس أو أقيس الفيروس لود كم الفيروس قاعد يزيد أو ينقص في الدم أو في الأنسجة أستعمل كوانتيتيف بي سي آر. أنا الآن غطيت الكيس كامل وشرحت لكم من طق طق للسلام عليكم. باقي عليك الآن تعليم النشط. الله يوفقكم إن شاء الله ويبارك فيكم. نبدأ حل الأسئلة. توكلوا.